الفضاء السيبراني هو الموطن الذي تترعرع فيه عقول الشباب وتتسع آفاقهم، وهو ينبوع لا ينضب من المعارف والمعلومات في العصر الرقمي والشرنقة التي تحتضن الأفكار الحديثة والابتكارات الجديدة، كما أنه منهل وفير لكل ما هو جميل ورائع للترفيه في العالم الافتراضي، حيث يمكن للمرء أن يستحضر بسهولة تكاد أن تكون سحرية أي شيء يخطر على البال في لمح البصر، ويتيح الفضاء السيبراني قائمة لا حصر لها من مختلف الثقافات واللغات والآداب والعلوم والتكنولوجيا والموسيقى والمسرح والألعاب والرياضة، بل ويتيح أكثر من ذلك بكثير. ومع ذلك فإن الفضاء السيبراني تحدياته، ونظرا لأن الأطفال والمراهقين يغامرون بالدخول إلى عالم الفضاء السيبراني المفتوح على مصراعيه وتصفح شبكة الإنترنت والتشبع بمحتواها الموسوعي والوصول إلى مكتبات الفيديو وولوج غرف المحادثة وإقامة شبكات اجتماعية، فإنهم يتعرضون لبعض عناصر المجتمع التي نتجنبها في العالم الواقعي. إن 3 أطفال من كل 4 مستعدون لتقاسم معلومات شخصية عن أنفسهم وأسرهم على الإنترنت مقابل سلع وخدمات. في كل عام يتعرض طفل من كل 5 أطفال لمحاولات دنيئة من أشخاص ذوي ميول عدوانية أو شهوانية مناوئة للأطفال. ومن الواضح أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني هي من واجبنا، وهذا هو السبب في أننا أطلقنا مبادرة حماية الطفل على الخط باعتبارها جزءا لا يتجزأ من برنامج الأمن السيبراني العالمي للاتحاد. وإن تعزيز الأمن السيبراني وإرساء أسس عالم سيبراني سالم وآمن من أجل الأجيال المقبلة يتماشى مع رسالة الاتحاد، كما أننا نولي اهتماما بالغا لذلك في الاتحاد. موضوع هذه السنة لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات هو حماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وسيكون لهذا الموضوع تأثير ليس فقط في عملنا هذا اليوم وإنما طوال العام كله وفي المستقبل أيضا. إن شبكة الإنترنت وما يصاحبها من تقارب في التطبيقات والأجهزة المتنقلة هي من الموارد العالمية التي يجب السماح لها بالازدهار من أجل الصالح العام، ويجب علينا أن نسعى لجعل الفضاء السيبراني بيئة آمنة وسالمة ومثمرة لأطفالنا، ويتعين علينا إنشاء شبكة عالمية لحماية الأطفال على الإنترنت عن طريق سن تشريعات وطنية وتعزيز بناء القدرات وإذكاء الوعي العام وتحسين الاستجابة السيبرانية على الصعيد الوطني. يمكننا القول أننا أنشأنا مجتمع معلومات في متناول الجميع يسود فيه احترام الكرامة الإنسانية، ويمكن فيه للجميع وخاصة الأطفال الاستفادة من الفرص التي تمنحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق مستويات أعلى من التنمية. ونحن نحتفل باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لعام 2009 مع العلم أننا أحدثنا زخما قويا لجعل الفضاء السيبراني مكانا آمنا لأطفالنا، حيث يمكن لكل طفل الاستفادة من الإمكانات الكاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحيث يمكن لكل مواطن على كوكبنا هذا أن يمارس الحق في الوصول إلى المعلومات واستعمالها واستحداثها وتبادلها. دعونا نعقد العزم على حماية أطفالنا في الفضاء السيبراني وتعزيز حقوقهم الثابتة في النفاذ إلى المعلومات والمعارف في بيئة آمنة وسالمة.